السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قدر مقدار قدرك العظيم. أعزائي المشاهدين، برنامج كلمة السر، سعيد أن أكون معاكم النهاردة، وببقى سعيد كل يوم جمعة. وقبل ما نتكلم في أي حاجة لازم نتكلم في الخير. بفكر كل الساده المشاهدين بمبادره برنامج كلمه السر لرفع القرب عن الغارمات في مدينه 6 اكتوبر، واللي بترعاها مؤسسه هشام مهدي الحصري للتعليم وتنميه المجتمع المحلي. دايما بنكون بنستنى رسائلكم على صفحه البرنامج، هتظهر دلوقتي معانا على الشاشه، ونسال الله العلي العظيم ان تكون في ميزان حسنات القائمين عليها مؤسسه هشام مهدي الحصري. يا رب يجعلها ذخرى لي في الدنيا والاخره بحق جه سيدنا النبي. وما تنسوش، هنستنى رسائلكم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نقدر نتخلى عن الضغوط النفسيه اللي هي بتهاجم كل شخص فينا في الدنيا، وازاي نقدر نتحكم في العقل، وازاي ان اي فكره عندي بتاثر عليا انا اللي مسؤول عنها، انا اللي مسؤول انها تطلعني لقدام، او انا اللي مسؤول انها تخليني في مكاني وتعمل لي انتكاسه. قلنا ان العقل هو اللي مسؤول عن كل الامور اللي بتحدث للبني آدم، وقلنا برضو ان كل العيشة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، كل الحاضر بتاعي ما هو الا نتائج فكري في الماضي، وكل القادم ما هو الا نتائج فكري دلوقتي. ازاي اقدر اجذب كل الامور الحلوة او كل الامور اللي هي بتخليني في افضل حال لعقلي؟ العقل بينقسم لمئة الف 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 جزء. عندنا مئة الف قانون للعقل زي ما قلنا برضو الحلقة اللي فاتت. عندنا حاجة اسمها العقل التحليلي، وعندنا حاجة اسمها العقل اللاوعي، وعندنا حاجة اسمها العقل الباطن والعقل العاطفي. كل حاجة من كل عقل او كل وظيفة من الوظائف دي كلها، لو احنا بصينا لها بمفهوم اخر، انت عارف يعني ايه العقل؟ العقل دوت او المخ ده بالذات، هو المخ ده عبارة عن معجزة المعجزات. ده آلة ربنا خلقها صغيرة الحجم جدا، تمتلك زي ما قلنا 150 مليار خلية عقلية، يقدر يستوعب اكتر من 2 مليون فكرة في اللحظة الواحدة أو في الثانية الواحدة. أسرع من الضوء، يعني أسرع من 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. إزاي أقدر أتحكم في كل الأمور اللي في حياتي؟ هو إن إزاي أقدر أرتب أفكاري. أرتب أفكاري إزاي؟ أنا عندي زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، أي عارض أو أي حاجة سببت لي انتكاسة، طول ما أنا عايش جواها مش هقدر أخرج منها أبدا تحت أي ظرف من الظروف. طول ما هي دايما في فكري وانا دايما بستدعيها، ودايما بقول ان هي كانت السبب في خسارتي للفلوس، هي كانت السبب في خسارتي في التعليم، طول ما انا بذكرها، طول ما انا بنميها وبحيي مشاعر زيها تاني لكل موضوع يجي في نفس التوقيت، او يجي في نفس يعني يجي بنفس القدره الطاقيه اللي هي خلتني احزن. انا دلوقتي حصل لي موقف ان انا فقدت عزيز، فموقف اللي انا فقدت عزيز دوت عمل لي انتكاسه قويه جدا. في اللحظة اللي حصلت لي فيها انتكاسة ديت، درجة حرارة الطاقة بتاعتي أو درجة الطاقة بتاعتي بيكون درجة معينة أيا كان، سي هنقول إنها 10. طول ما أنا بفضل أفتكر كل الموقف السيء دوت ده، بفضل أردده في دماغي مرارا وتكرارا، أي موضوع هيقدر أي موضوع هيبقى موجود في عقلي وأنا درجة طاقتي 10، هيخليني أتعامل بنفس الانتكاسة وبنفس الأسلوب. إزاي أقدر أغير اللي فات في اللي جاي؟ النهارده لما بنقول ان انا مثلا بتعرض لموقف وحش جدا بيسبب لي كل الحالات السلبيه اللي بتخطر على بالك، لو انا ما طردتش الفكره دي جوه دماغي هي بتكبر وبتنمو على الاخر. وزي ما قلنا ان العقل ما بيميزش بين اي حاجه في الدنيا غير انه بياخد الكلمه منك وبيحطها ملف وبيبدا يغذيها طول ما انت بتفتكرها. لما بنيجي نقول ان ايه هو العقل مثلا، نتكلم اول حاجه ايه هو العقل العاطفي. العقل العاطفي دوت لما انا بيحصل لي اي مشكله في الحياه بتسبب لي اثر نفسي، العقل العاطفي ده هو في التوقيت ده هو اللي بيشتغل في الحالات الحلوه جدا، وهو اللي بيشتغل في الحالات السيئه جدا، هو اللي بيقدر يسبب عمليه هياج لجميع اعضاء مخي لو في حاله ان الطاقه او ان الموقف ده سبب لي طاقه سلبيه، ولو سبب لي طاقه ايجابيه هو اللي بيقدر يشحن الطاقه الايجابيه دي يخليها للاخر خالص. احنا قلنا ان المخ او العقل فيه التقييم والتحليل والاهداف والتقدم والعزيمة والنمو والانجاز والقدرة. لو انت تعرف ايه هي القدرة العقلية اللي داخل عقلك، مش هتعجز ابدا ومش هتكتئب ابدا. وزي ما قلنا ان كل شيء انت بتحطه جوه دماغك ما هو الا مغناطيس للحاجة اللي انت عايزها بالظبط. المخ، انت تعلم ان انت النهاردة مثلا نيجي نتكلم عن شخص عنده، ربنا يعافينا ويعافي السامعين ومن في حوزتنا وحوزتكم، اي شخص عنده مرض،
مرض من الامراض الشديده او مرض من الامراض الخبيثه. مثلا هنقول السرطان، ربنا يعافينا ويعافي السامعين. السرطان دوت ان في اشخاص بتقدر تحاربه وتنتصر عليه، وهو بيقدر يحارب اشخاص وينتصر عليها. زي بالظبط لما تكون ماشي في الشارع في حته لوحدك ويطلع عليك شخص حرامي، فبتبدا العمليه كالاتي. بتبدا العمليه ازاي؟ بتبدا العمليه ان انت في الاول خالص بتبدا تقاوم، او بتبدا تجري، عمليه الهروب من الالام اللي موجوده عندك. طيب دلوقتي انا دلوقتي هربت، طيب هو حصلني، الشخص اللي بيجري ورايا ده حصلني، طب دلوقتي هو حصلني، فانا دلوقتي دوري ان انا اقاوم. طيب بيوصل الموضوع في الاخر يا غالب يا مغلوب، كل ده بيتوقف عليك انت، يا طاقه سلبيه يا طاقه ايجابيه، يا انت قدرت تقاوم وتنتصر يا هو قدر يقاومك وينتصر. هي دي برضو الفكره، هي دي الفكره اللي بتهجم على البني ادم، وهو ده المرض اللي بيهجم على البني ادم. المرض ده لما بيقرر يخش جوه اي شخص، هو دخل جواه عشان هو بيحاربه. تمام؟ لو انت كشخص اديت اوردر لمخك ان انا هحارب المرض دوت، اللي بيحصل عندك كالاتي. انت عندك جوه عقلك قاده من اعظم القادات اللي موجوده في الدنيا، يعني عندك زي ما يكون جيش بجميع رتبه وجميع لواءاته وجميع عساكره. اول ما بتقول انا قررت اني احارب المرض، جميع القاده اللي مسؤولين عن عمليه الحروب العقليه بيحضروا، بيبداوا يجهزوا كل الاسلحه. انت تعلم ان انت تمتلك اكبر 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 خزائن اسلحه جوه مخك؟ انت ما تعرفش ان انت عندك اسلحه مش موجوده على الارض؟ خليك فاكر ان انت اللي عملت النووي، وانت اللي عملت الصواريخ، وانت اللي عملت الطيارات. صدقني مخك يمتلك امكانيات اكبر واقوى من اللي موجوده على ارض الواقع. كل ما عليك انت تدي اوردر بالهجوم. لما انت تقرر ان انت هتحارب المرض، صدقني جميع مخازن السلاح في مخك بتفتح، جميع مراكز السلاح بتتهيأ تماما تماما، ويشوفوا هيهاجموا منين. بس احنا للاسف اذا قررنا ان احنا نهاجم اي حاجه جوه عقلنا، بنهاجمها المره واحده بس، بندي اوردر لاجتماع القاده، القاده بيجتمعوا واحنا ما بنروحش تاني، او احنا ما بنجيش تاني. واكبر مثل على الكلام اللي انا بقوله، لما مثلا يكون عندنا احنا اللي بنقدر نتحكم في كل حاجه في حياتنا، نخليها على الخط الحلو او الخط الوحش. وهديك مثل بسيط جدا، لما نروح نقدم لشغل جديد وبناخد انترفيو او بناخد ميعاد بالمقابله، بيكون مستنينا الراجل الاونر اللي مسؤول ان هو يقول اه تتعين او لا ما تتعينش. الافكار اللي بتبقى في مخك بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان انت بتفكر كالاتي: انا لازم البس كويس جدا، لازم اروح بسرعه جدا، ولازم اروح بدري، وحتى لو الشخص اللي هيقابلني هو اللي هيتاخر، لاني لو اتاخرت ده هيبقى اول انطباع سيء عندي ان انا ما انجحش او ما اقبلش في الوظيفه ديت. تمام جدا. انت لما بتاخد كل القرارات ديت، انت شايف دلوقتي ان الوظيفه اللي انت رايح لها دي الهدف اللي انت عايزه، فانت بناء عليه عشان صبيت تركيزك عليه، فقررت الاتي: قررت ان انت تشد نفسك وتلبس احسن حاجه عندك، وقررت ان انت تروح بدري عن ميعادك. تمام؟ لما رحت بدري عن ميعادك واستنيت، دخلت المقابله في ميعادها، كنت رايق، كنت فايق، حصل ان انت قابلت في الشغل، هو ده ان انت اللي قدرت تحقق هدفك. تمام؟ انت اللي سعيت انك توصل بدري عن ميعادك. انت كان ميعادك الساعه 8، انت اتحركت من بيتك 6:30، انت وصلت هناك 7:30، انت لسه قدامك نص ساعه كامله للمكان. انت اجتهدت، والكل جهد رد فعل. المخ عندك ما بيقدرش الا الفكره ديت. احنا لما بنيجي نتكلم، او احنا في حياتنا العمليه خالص، لما يبقى معاك موبايل، انت دلوقتي عندك هتتصل بالدكتور فلان الفلاني الساعه 9، وانت راجل كتير النسيان، فانت ما ينفعش تفوت المكالمه ديت. فبتعمل ايه؟ بتعمل بيها ريميندر على الموبايل بتاعك، او بترفعها على الديسكتوب. طول ما هي قدام عينك انت فاكرها. دي زيها بالظبط زي الاهداف. انا لما اقرر ان انا احارب مرض موجود عندي، انا لازم احطه قدامي زيه زي الهدف. لازم ما اخليهوش في السله، او ما اخليهوش في الرف ولما احتاجه اروح له، لا، ده انا لازم اخليه قدام عيني عشان دايما ابقى شايفه، ودايما ابقى فاكره، ودايما ابقى جاهز للحرب عليه او لمحاربته. تمام؟ وزي ما قلنا ان كل شيء، الشيء بيجذب شبيهه. كل شيء بيجذب شبيهه. انا عايز احارب هحارب وهكسب، انا عايز اخسر هخسر. كل حاجة انت بتزرعها في مخك هي اللي جاية لك لا محالة. طب انا دلوقتي يقول لي: انت بتقول انت مستسهل الامور. لا، انا مش مستسهل الامور بجد. قرر ان انت لو عندك اي مشكلة في حياتك، قرر تجيبها من مكانها وحطها على الديسك توب. اي حاجة احنا بنحطها، انت لما بتقول انا لازم اصحى الراجل الموظف اللي شغال في مصنع، اللي لازم يمضي بالبصمة بتاعته الساعة 7، بيعمل ايه؟ بيسخر الدنيا كلها انها تصحي الساعة 6. تمام؟ بيسخر عقله وكل المسببات اللي حواليه انها تصحي الساعه 6.
ده راجل حاطط هدف قدام عينيه. ايه اللي بيحصل؟ بيصحى الساعه 6 وبيروح شغله، تمام؟ طول ما الهدف قدام عينيك او طول ما انت فاكره هو هيتحقق لا محاله. احنا اللي بنقدر، احنا اللي بنخلي الاشياء تبقى بعيده عننا جدا، احنا اللي بنخليها مستحيله بالنسبه لنا. انا لما اجي اقول اشوف عربيه حلوه واقول اه انا نفسي اشتريها، لا بس انا ما اقدرش، المخ بياخد صوره العربيه بجميع امكانياتها وبيحطها في مخك وبيكتب عليها ما يقدرش او ما تقدرش، بيدي اوردر للاله اللي موجوده فوق زي ما قلنا ان انت ما تقدريش على الجزء دوت، وكل اللي يجي على ميزان العربيه الغاليه ديت هو ما يقدرش عليه، لان انت شخصيا اللي اديت الاوردر لنفسك انك ما تقدرش. لما تيجي تقول مثلا انا في معروض قدامي شغل كذا، تقول لا انا ما اقدرش على الشغل دوت، انت اللي خليت نفسك ما تقدرش. انت عندك قدرات وامكانيات، قدراتك لا محدوده، امكانياتك قابله للتطوير. القدرات اللي ربنا اداها لك يخليك صنعت كل شيء. انا عايزك تركز بجد، انت تمتلك قدرات صنعت كل شيء على وجه الكره الارضيه. كل اللي اتصنع على وجه الكره الارضيه بمساعده رب العالمين البني ادم اللي صنعه. طيب البني ادم اللي يقدر يعمل كل ده، كل الحاجات دي يخليها في ارض الواقع، الحاجات دي اساسا الامكانيات دي كلها جواك، انت اللي بتقدر تقول انا اقدر او ما اقدرش. اول ما بتقول ما اقدرش المخ بيسجل على طول ما يقدرش ما تقدروش، بيموت كل الطاقه الايجابيه اللي خارجه للجزء اللي مسؤول ان هو انت تقدر او ما تقدرش. لا تقول انا مش عايز، او انا لا اريد، انا مش عايز دلوقتي، هو يعني الفكره بالنسبه لي مؤجله بس انا اقدر عليها. لان المخ ما بيفرقش زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان هو ما بيفرقش بين كلمه مش عايز، كلمه مش ديت هو ما بيشوفهاش، هي بالنسبه له انفيزيبل، ما بيشوفهاش تماما ولا بيقراها ولا بيحسها. انا مش عايز يعني انا عايز، انا مش نفسي يعني انا نفسي. فكل شيء في الدنيا متوقف عليك. ازاي اقدر اغير كل حياتي؟ ان انا اقدر اجيب كل المواقف القديمه اللي سببت لي كل الانتكاسات وخلتني ان انا دلوقتي اما اجي اقول على نفسي انسان فاشل، انا بدي اوردر لعقلي يخليني فاشل. مفيش حاجه اسمها فاشل ومفيش حاجه اسمها مستحيل. والله الذي لا اله الا هو، كل بني ادم منا يقدر يصنع المجد والمستحيل لنفسه لو هو قرر ان هو يتجه صوب هدفه. لما بنروح مشوار، طول ما انت عارف انت رايح فين بتوصل بسرعه، طول ما انت مش عارف انت رايح فين بتفضل تلف. يعني مثلا سي واحد عارف المشوار من بيته لشغله، عمره في حياته ما هيتوه، وعمره في حياته المده اللي هو حاططها لنفسه ما هتطول الطول اللي هو يخليه يفشل في مشواره دوت، لان هو محدد هدفه وشايفه وعارفه، هو عارف هو رايح فين. فطول ما انت عارف انت رايح فين انت رايح بسرعه شديده جدا، تمام؟ فما ينفعش اقول على اي حاجه مستحيله، ما ينفعش اقول على اي مرض ممكن يموتني. ربنا يعزنا ويعز السامعين، كل بني ادم فينا قادر انه يطارد كل فكره. المخ ما هو الا خزنه بتاخد الامور اللي انت استشعرتها بكل احاسيسك، حلوه خليها لك حلوه، وحشه بتفضل وحشه. انا ما اقدرش يعني انا ما اقدرش ومش هقدر وهو ده المستحيل. المخ ما بيفكرش. انت عندك جنود في مخك، جنود يقدروا يعملوا المستحيل بمعنى كلمه المستحيل. انت تعرف قدره امكانيات عقلك البشري وروحك ايه؟ محدش عارف. تعرف ان والعياذ بالله الامراض الروحانيه، تعرف ان الجن لما بيلتصق او بيتسلط على بني ادم بيتسلط على بني ادم من قوه قدرته العقليه والطاقيه؟ تعرف ان هو بيبقى محتاج لكل القدره بتاعته بتاعه البني ادم اللي احنا الجن اللي بنقول عليه خارق، اللي هو خارق وبيعمل اشياء فوق الطبيعه، بدون البني ادم ملوش اي قيمه ولا ليه اي لازمه. هو بيستعين قدرته ناقصه قوه البني ادم اللي هي خيره صنع الله. ربنا حط امكانيات ما حطهاش ما ادهاش للجن، الجن مسخر ليك انت، الجن اللي هو بالنسبه لنا الخارق، اللي هو مصباح عليه الدين، اللي هو خاتم سيدنا سليمان، اللي هو كل الاوبشنات وكل الاوامر اللي انت عايز تقول اوكي يقول لك اوكي. انت مخك فيه اقوى 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 من ملك ملوك الجن. انت تقدر جواك عزيمه، تقدر تغير الامور زي ما انت عايز بنفس الصوره اللي انت رسمتها وباي شكل وباي وضع وباي تكلفه. الجنيه زي المليون والمليون زي الميت مليون عند اللي عنده هدف. الناس اللي بتنجح والناس اللي ما بتنجحش، الشخص اللي بينجح هو شخص محدد اهدافه ومش شايف غيرها، مش شايف غيرها، هو عايز يوصل للحته الفلانيه. الحته الفلانيه ديت مفيش اي طريق في الدنيا خالي من العقبات، وبيقول لك يوم ما تلاقي طريق خالي من العقبات اعلم جيدا انك في منحدر، يعني انت نازل مش طالع. عقلك البشري يمتلك
قوة تفوق القوة النووية. كل ما هنالك قانون الجذب، الشيء بيجذب شبيهه. فكر في الشيء اللي انت عايزه، خليه على الديسك توب العقلي بتاعك، خليه دايما اكتر حاجه الرائج. لما بتيجي نخش على السوشيال ميديا، او بتيجي تخش على الصفحه الشخصيه بتاعتك، او بتيجي تخش على صفحه اليوتيوب بتاعتك، بيقول لك ايه هي الفيديوهات الرائجه، ايه هي الحاجه اللي تم اكثر تشغيلها. دي الحاجات اللي دايما في المقدمه، دي الحاجات اللي بتعمل مشاهدات اعلى. انا عايز اخلي هدفي، اخلي احطه نقطه قدامي على الديسك توب. طول ما هو على الديسك توب، والله الذي لا اله الا هو معرض ان هو يتحقق في غضون اول 3 ايام. اول 3 ايام حلمك اللي انت بتستصعبه وبتقول ايه ده، انا هقدر اشتري العربيه اللي هي بكام، 100,000 جنيه؟ والله تقدر، والله الذي لا اله الا هو تقدر. تقدر وانت معكش منها جنيه، تقدر تجيبها وتقدر تخليها هي اللي تجيلك وتجيلك صاغره. كل ما هنالك، انت لو تعرف امكانيه عقلك، انا عايز، كلمه انا عايز دي بتخرج ايه؟ كلمه انا عايز دي بتفتح لك الافق، زي ما يكون في ملك من الملوك ماشي بالحاشيه بتاعته، كل الطرق من قدامها بتفتح له، عشان انت عارف انت عندك قوه ارسال هنا اقوى من قوه ارسال الصاروخ. انت اللي بتحدد غلط. معانا مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك عايز اسالك، انا عندي في مخاوفات سلب الشقه. انا مش سامع كويس، عايزك ممكن تعلي صوتك. لا، عندي مخاوفات سلب الشقه. اسم حضرتك ايه؟ ام صالح. ام صالح. اه، وامور يا ام صالح. اللهم صل وسلم. الحاجات دي بنشوفها في الشقه انا واولادي. يعني انا واولاد بنت وولدين، معايا 4 عيال. تمام. بيشوف نفس المخاوفات اللي بالشقه. تمام تمام. وحاجات بتخبط وحاجات تجنيدي. يعني امبارح الظهر حسيت بحد في الشقه وحاجات بتخبط على الحيطان. تمام. ما كنتش في الشقه اللي انا وابني الكبير. تمام. بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه دوت يا ست ام صالح، ان شاء الله ابشري وطمني تماما، واعتبر ان دي اخر مره هتشوفي الحاجات ديت. بس كل ما عليك هتتابعينا على الارقام اللي مكتوبه على الشاشه، وان شاء الله تتابعينا بعد البرنامج، وان شاء الله امرها سهل. ابشري. هنرجع تاني يا جماعه الموضوع. احنا لما بنيجي نقول على اي شيء الكلمة، يعني انا دلوقتي لازم اول ما اجي احدد هدفي، انا كده وصلت. اول ما اقول ان انا عندي حلم او عندي هدف انا طلعته على الديسك توب، انا كده حققت منه 50% لمدة 3 ايام. لازم انظر عليه نظرة يوميا، لازم احطه في جوه صورة بالوان ومتحركة، صوت وصورة وحسية، احطه جوه مخي، اعمل له صورة اللي انا عايز اشوفها. زي مثلا ما انا بقول لك، لو انت عندك موقف سلبي في حياتك، موقف سلبي قوي جدا، وانت محتاج ان انت تغيره. الموقف ده مأثر عليك بقاله 5 6 سنين، طب انا عايز اغير الموقف دوت، هو مسبب لي انتكاسه، انا عندي عقده دلوقتي. شخص ما عنده عقده من موقف سلبي اتعرض له في حياته ومش عارف يخف. كل ما عليك هات الموقف السلبي ده جوه مخك، وابدا شوف، رجعه تاني من اول وجديد، شوف كل الامور اللي هي ضايقتك فيه، وابدا غير. يعني مثلا انت سمعت فيه مجرد عن 10 او 15 كلمه هم اللي عملوا لك الانتكاسه، او هم اللي وصلوك لحاله العارض اللي انت موجود فيه. كل ما عليك ان انت هات الموقف ده تاني جوه مخك، وحضره كويس جدا، شوفه صوت وصوره، وابدا غير كل الامور اللي ضايقتك، حط كلمات تانيه انت عايزها، وابدا غذي مخك بيه. صدقني الموقف ده لو اتعرض عليك تاني، لو اتعرض تاني عليك، او لفت الامور ولفت الدوائر واتحطيت في نفس الموقف تاني بعد اللي انا قلت لك عليه، عمره في حياته ما هيسبب لك نفس العارض ولا نفس المشكله. طالما انت غيرت الشيء اللي ازعجك في الماضي، عمره ما هيجي لك في المستقبل. المخ دي وظيفته، شيل القديم وحط لي جديد، بيشيل القديم وبيحط جديد، وما عندوش قدره انه يعارضك. ده هو بياخد كل الامور اللي هي من اللاوعي. يعني لو انت قاعد كده فكرت، بتتفرج على التلفزيون فشفت واحد عنده مصنع عربيات مثلا، فانت قلت اه لو عندي مصنع عربيات، الفكره دي كلها بتخش جوه دماغك ان انت راجل دلوقتي مطلوب ان انت عندك مصنع عربيات. دي في الحاجات اللي هي العقل اللاوعي، بتفضل موجوده مدى الحياه. اول ما بتيجي تشوف لقطه مشابهه لمصنع العربيات، بتبدا الحكايه ديت تيجي تاني على الواجهه، وبتبدا تنمو تاني. ده بالنسبه للاوعي. في حاجه اسمها الاتصال والانفصال. الاتصال والانفصال، الانفصال عن كل الذكريات السيئه بيخليك مهيئ للاتصال بكل الامور الايجابيه. ازاي اقدر انفصل عن اي شيء سلبي؟ هو كل ما عليك ان انت تجيبه تاني جوه دماغك،
وتبدا تعمل له حفله وداع بجد، تبدا تغير كل الامور اللي كانت جواه اللي سببت لك المشاكل دي كلها، وتبدا تشوف ان هو مر مرور الكرام وما سببلكش اي عارض نفسي مهما كان. هي دي اسلم امور للهروب من مش من الهروب، للانفصال او لمفارقه جميع الالام وجميع الذكريات السيئه. ايه اعمل ازاي عمليه اتصال بالامور الايجابيه كلها في حياتي؟ انت كل حاجه حلوه في حياتك موجوده كانت نتيجه تفكيرك في الماضي، مش في الماضي اللي هو ممكن يبقى من سنه، ممكن يبقى من سنه، وممكن يبقى من 10 شهور، وممكن يبقى من 3 شهور، وممكن يبقى امبارح، وممكن يبقى من قبل ساعه، على حسب قوه ارسالك. العيشه اللي انت عايشها ديت بتحصل كل الامور اللي بتحصل لك على مدار اليوم هي امور تم انتاجها في مخك الاول في السابق، كانت امور ملهاش اي اساس من الصحه، انت اللي خليتها حلوه وانت اللي خليتها وحشه. هديك مثل بسيط، لما يكون في طفل صغير طالع على سلم وامه طالعه وراه بتفضل تقول له حاسب عشان ما تقعش، حاسب عشان ما تقعش، حاسب عشان ما تقعش، بيقع. هي اللي بتدي الاوردر لمخه ما تقعش ما تقع. ما احنا قلنا ان المخ ما بيفرقش بين كلمه مش عايز، هو عايز. كل شخص فينا كل حاجه حلوه وكل نجاح انت وصلت له هي دي الحاجه اللي انت حطيتها قدام عينيك، وهي دي الحاجة اللي انت ما شفتش غيرها، وهي دي الحاجة اللي انت غزتها في مخك بدل المرة. يعني قبل ما بتقرر انك تنزل تشتري عربية، صدقني العربية اللي انت بتشتريها هي كانت نتيجة لفكرك في السابق، واكبر دليل ان انت اكبر دليل انك اشتريتها انك غزتها في مخك، شفت نفسك وانت راكب فيها قبل ما تشتريها، اخترت اللون اللي انت عايز تركبه قبل ما تشتريه، شفت نفسك بالطقم المعين اللي انت في الطبيعي لبسته لما جت العربية، شفت نفسك وانت راكب العربية بنفس الطقم دوت، عشان كده العربية جت. معانا استاذ عادل على التليفون. الو الو عم يا دكتور، معلش انا كنت عايز اعرض مشكلة ما قدرتش اتخلص منيها. مش سامع والله. بالنسبة لل يعني كان عندي. الو الصوت واضح يا دكتور؟ بس يا ريت توضح وضح صوتك واتكلم بالراحه، بس وطي التلفزيون عندك. مشاكل كثيره في الشغل وحصل يا استاذ صالح. يا استاذ عادل كذا مره استاذ عادل مشاكل كثيره معايا استاذ عادل. صلي على النبي، وطي الصوت شويه. وطي صوت التلفزيون وكلمني من التليفون على طول. ماشي ادينا موطي خالص. تمام. كده الصوت واضح؟ تمام اتفضل. بالنسبه حصل معايا مشوار جواز وطلاق وجواز ثاني وبعد كده اتجوزت، وحصلت مشاكل كثيره قوي، والكلام اللي حواليا كثير يعني طالع، ومشاكل في الشغل وفي العمل، وساعات بتعصب جدا، وبرضه بيجي بعض الامراض جسمي بيبقى مريح شويه، والتوهيد كثير، وصوت الزعاق برضه، وبرضه مشوار الاعمال والسحر والحسد والحاجات دي كانت مأثر عليا شويه. بفضل الله بفضل الله يا عم عادل. بص يا استاذ عادل، احنا قلنا ان كل مشكله بتحصل للبني ادم اذا كانت فشل والنجاح ولا 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 كل الامور ديت انت اللي بتقدر تتحكم فيها اولا، واذا انت ما قدرتش اولا بتقدر نشوف يعني تشوف حد يساعدك في الامور دي. كل عارض بيجي للبني ادم هو اللي فتح له السكه، كل سحر وكل حسد وكل مرض وكل حاجه عارضه في حياه كل بني ادم انت اللي فتحت لها السكه ان هي تخش. انا ان شاء الله اقول لك ابشر وانسى الموضوع دوت، وباذن المولى عز وجل تبدا صفحه جديده، نحط نقطه من اخر السطر لكل الالام اللي فاتت وتبدا صفحه جديده اقولها بسم الله الرحمن الرحيم. هتتابعني على ارقام المركز وان شاء الله ابشر وابشر على الاخر. عمر الكلام عن المواضيع وعمر الكلام عن العقل ده ما هيخلص، ولا على المخ، ولا ازاي ان احنا نقدر نرتب احلامنا. ركز ان الشبيه بيجذب شبيهه، الشبيه بيجذب شبيهه، كل واحد عنده عارض في حياته يقدر يغيره بشكله وبلونه بحكاياته بمواضيعه، كل بني آدم قادر إنه يختار بكرة يبقى شكله عامل إيه وبعد بكرة عامل إيه، هو اللي يقدر ينظمه. والله لو عايز فيها أفراح هتبقى أفراح، عايز فيها مياتم هتبقى مياتم. نطلع فاصل ونيجي تاني.